حطم سلاح هك. رقيب أول محمد ناصر الدين، العريف هلال أحمد، العريف حسن وهبي، الذين استشهدوا بتاريخ 23/1. بكل مهمة بيكون عم ننفذها بيكون في خطر علينا. هيدا مصيرنا وهيدا قدرنا، والعسكري من أول ما فات أقسم يمين إنه يدافع عن هالوطن، وشو ما كانت الصعوبات بده يتخطاها. الحياة العسكرية كمان مثل ما قلها صعوبات، لها جوانب إيجابية كتير. أهم شيء التقدير والاحترام اللي بيكتسبهم العسكري بس يطلع على المجتمع لبرا. العسكري اللبناني بشكل عام والضابط بشكل خاص هو مثال أعلى بالمجتمع اللبناني. بالإضافة لهيك في الخبرة اللي بيكتسبها بالتعامل مع أشخاص من جميع الثقافات والأديان والمناطق. لكن هلا عم نجهز لنطلق ننفذ دورية مع اليونيفل، رح تكون نقطة الالتقاء على الكتيبة الإيطالية. جاهزين؟ جاهزين. تأكد من أغراضك، سلاحك، جعبتك، درع الخوذة، خوذة على الراس. هاي الدوريات هدفها الأساسي تطبيق القرار 1701 قرار مجلس الأمن لمنع أي مظاهر مخل بالامن بقطاع جنوب الليطاني. بالعاده الضابط بالجيش اللبناني بيكون مسؤول عن دوريه الجيش اللبناني، وبنسق مع امر الدوريه من اليونيفيل النقاط الضروريه لتنجح المهمه. Okay, here's the meeting point. Okay. Okay, how are we going to go? Like this? Cross the road? Yeah. Okay, we check the road. Are you ready? Yeah. Okay, we are ready. Okay. طبيعة الدورية هلا حاليا هي استطلاع المسلك الساحلي، الطريق الساحلي، أي كل الأماكن عندنا أحداثياتها يلي معقول يكون مشبوهة ينوضع فيها تفخيخات أو عبوات ناسفة أو أي شيء بيأثر بشكل خطر على قوات الجيش أو قوات اليونيفيل العاملة معنا. One of the main part of the mission's mandate is to work in support of the Lebanese army. And that's what UNIFIL does on a daily basis. UNIFIL conducts over 400 patrols per day. Some of these activities are conducted with the Lebanese Army. Other activities are conducted only with the UNIFIL contingents, but all the activities are closely coordinated with the Lebanese Army. الحياة العسكرية فيها صعوبات، بس بالتدريب عم نتخطى وعم نقدر نتخطاها وعم نقدر نتآلف مع الحياة العسكرية. Donc c'est une petite démonstration d'un exercice de sauvetage au combat. Donc c'est quelque chose de très simple pour eux, ils arrivent à le faire de manière récurrente. Et là notamment, ce qu'ils sont en train de voir, c'est ce qu'on appelle la pose du garrot, d'un tourniquet. Et ce qui permet par exemple d'avoir une blessure par balle à la cuisse. Et donc suite à cette blessure par balle à la cuisse, il y a une pose de garrot sur une partie du membre pour arrêter l'hémorragie. Et donc il y a une procédure à suivre. Ce qu'on appelle le marche Ryan, hein. Donc c'est une procédure que chaque soldat est en mesure de faire, en mesure d'élaborer et de mettre en place sur un blessé. Là, les jambes en extension. Vas-y, jusqu'au bout. بعلاقتنا مع اليونيفيل وتدريبنا المشترك اكتسبنا منهم خبرات، ونحن عطيناهم اشياء كمان كانت عندنا خبرات اخذناها من المعارك اللي اشتركنا فيها، من التدريبات اللي بنقوم فيها. L'endroit où les FAL et les Français vivent ensemble. Donc tous les jours ils sont ensemble, ils mangent ensemble ici, ils partagent différentes activités dans ce lieu derrière moi. العلاقة مع اليونيفيل قايمة على الاحترام المتبادل، على التعاون. عم نشارك نحن وياهم بتنفيذ تدريبات وتمارين. هيدي التمارين والتدريبات عم تخلينا نتعرف عليهم شخصيا اكثر، عم بتصير في معنا بيناتنا صداقات، عم نتطور نحن وياهم ايد بايد.